السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم احبابي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا النهاردة هنتكلم عن كارد الحسن بصورة البطاقة فقط، واماكن تواجد الكروت وشروط الحصول عليها. طبعا كل واحد مننا بيمر بظروف، مثلا عايز يجوز بنته، اي ظروف، عايز يعمل مشروع معين. طبعا في اماكن معينه بتساعد الشباب، بتساعد كافه المواطنين على الحصول على القرض الحسن. اي حسن يعني ان هو ولا بيدفع فوائد للقرض ده، او مبلغ اللي هياخده مش هيدفع فيه فوائد ولا اي مصاريف اداريه ولا اي شيء، لان ده طبعا بيكون ربا يعني. فطبعا ده قرض حسن اسلامي. كارد الحسن يا جماعة دوت أنا منزلاه على المدونة بتاعتي على بلوجر، هسيب لكم رابط المدونة أسفل الفيديو للي عايز يخش في أي وقت يتفرج ويعرف الشروط وأماكن الكروت الحسنة، يجيبها ياخدها إزاي، ومن أي الأماكن اللي ممكن يستفاد منها. فهنا يا جماعة هنا بيلجأ بعض الأفراد للحصول على كارد حسن بدون فوائد، بعيد كل البعد عن الربا، وبدون أي رسوم او فوائد لمساعدتهم في كثير من الامور زي الزواج او المشروعات الصغيره. يعني ايه كارد حسن؟ يعني الحصول الفرد على مبلغ معين من اجل انجاز امر مهم، اما بيتم بشكل مباشر او عن طريق ايداع بنكي. يجب على الفرد سداد المبلغ حسب فتره معينه او مكرره بدون دفع نقود او زياده او فوائد اي قرش زياده. يعني مثلا خد 5000 هيدفعهم هم ال 5000، خد 10000 هيدفعهم هم ال 10000، مفيش اي فلوس زياده. طيب ايه الشروط اللي نحصل علشان نحصل على الكارد ديت؟ بيتم الموافقه على الكارد الحسن للحالات الشديده، الحاجه الضروريه للمال، يعني مش واحد ما يكونش محتاج ويروح يطلب كارد، لا، الحالات اللي ضروريه بس. يتم الرد على المتقدم بالطلب خلال 48 ساعه من تقديم الطلب. يجب ان يكون الطلب الاول من نوعه للمتقدم، يعني اول طلب من نوعه، ولا يجب ان يتقدم مره اخرى للطلب في فتره السداد. يعني انا باخد كارد ب 5000 جنيه ولسه بسدده، ما ينفعش اروح اقدم على طلب كارد جديد، تمام؟ يعني تخلص الكارد دوت، ولما تكون على حسب الحاجه بتاعتك، خلص الكارد كده نفكر بقى اذا كنا نعرف ناخد كارد تاني. طيب ايه الجهات اللي بتقدم الكارد الحسن بصوره البطاقه؟ المؤسسه العربيه لدعم وتطوير المشاريع والأفكار. دي مؤسسة معروفة يا جماعة، إحدى المؤسسات الخيرية، لا تنتظر ربح قط، تعطي كرود تصل ل 25 ألف جنيه، وتقوم بعدة خدمات كالتأهيل والتدريب إلى سوق العمل. طب إيه الشروط عشان تديك الكارد الحسن؟ أول حاجة عدم إعطاء الكارد باسم أكتر من شخص. يعني ما ينفعش أدي كارد 5000 جنيه ويجي لي 5 أشخاص عايزين يشتركوا، لا، هو شخص واحد. ممنوع تسجيل أكتر من طلب لنفس الشخص، ما ينفعش أروح أعمل كارد وأرجع أعمل كارد تاني، هو تسجيل طلب واحد. يجب أن يكون المتقدم محتاج بالفعل للكارد، حيث تقوم الجمعية بدراسة حول الحالات المتقدمة، بتعمل بحث وتعرف إذا كنت محتاج فعلا ولا لا. بتعطي المؤسسة الأولوية للأكثر احتياج للمال وليس بالأسبقية في الحجز. يعني انا ظروفي اصعب فبدي لك انت الاول، لكن مش مثلا انت حجزت الاول. طيب تاني مكان ممكن تروح تاخد منه كارد حسن، مسجد الفتح. يا جماعه المسجد الفتح اللي موجود في منطقه رمسيس وسط البلد بيدي كروت حسن لكافه اطياف المجتمع فقط بسهوله البطاقه لضمان السداد وعدم التلاعب، بالاضافه لبعض شهادات صحيه لضمان خلو صاحب الطلب من الامراض مزمنه تعيقه عن السداد في المواعيد المقرره. جمعيه رساله، جمعيه رساله ديت لديها اكثر من فرع، بيمولها عدد كبير من رجال الاعمال لديهم محبه للخير. يتراوح قيمه الكارد من 500 الى 5000 جنيه مصري. كارد بدون اي فوائد او رسوم مساعده، هي مجرد ان هم عايزين يساعدوا الشباب في عمل العديد من المشاريع الصغيره متناهيه الصغر. البنوك اللي هي بتعطي القروض الحسنه بصوره البطاقه فقط تقوم من شركه مصريه مساهمه باعطاء قروض حسنه بدون اي رسوم او فوائد او عمولات، فقط بصوره البطاقه ووصل حديث المرافق، وذلك لكافه شرائح المواطنين. المبلغ الكارد بيوصل لحد 1,000,000 جنيه يا جماعه، وسداد بحد اقصى 5 سنوات، ويتم الحصول على المبلغ في خلال اسبوع من تاريخ تقديم الطلب.
ولا تطلب الشركة أي ضمانات أخرى، ولكن طرحت هذه القروض على بعض البنوك المصرية يمكن من خلالها الحصول على القرض بدون تحويل مرتب أو وثيقة رسمية أو مفردات مرتب. ممكن يا جماعة نتصل بالشركة دي بطريقة مباشرة من خلال رقم 011 25 71 49 94 97، يعني الرقم هو قدامكم. ابرز البنوك يا جماعه بنك اسمه اتش اس بي سي، يمكن التواصل مع البنك ده بسهوله من خلال الموقع الرسمي على الانترنت، وذلك عشان يسهله على المواطنين. يمتاز البنك بسرعه الرد على المواطنين خلال 24 ساعه، وقد تمنح القرض بدون عمولات او مصاريف اداريه. بعد كده كان بنك مصر، قامت إدارة بنك مصر بالاشتراك مع جمعية وزارة الأوقاف بإعطاء قروض بدون أي مصروفات أو فوائد أو رسوم إدارية. البنك قام بالتعاون مع بنك فيصل الإسلامي في هذا النوع من القروض. وزارة الأوقاف المصرية وضعت وزارة الأوقاف المصرية بعض الشروط للحصول على القرض الحسن. أول حاجة يا جماعة، أن لا يتجاوز عمر طالب القرض عن 57 عام من تاريخ تقديم الطلب، أن يكون طالب القرض غير مدين لأي بنك آخر بقروض تانية من أي نوع، أن يكون لديه عمل ولن ينتهي تاريخ عقده إلا عقب انتهاء فترة السداد المقررة. رابع حاجة، أن تحصل الجمعية على راتب أول 3 شهور للمقترض عقب الموافقة على منحه القرض. يجب يجب أن يكون مر على المقترض بجهة عمله 15 عام، أكثر من 15 عام. خصصت وزارة الأوقاف هذا النوع من القروض للعاملين بالجهات الحكومية أو وزارة الأوقاف نفسها. يا جماعة دوت القرض الحسن والأماكن زي ما أنتم شايفين كده، ولو في أي سؤال يا ريتكم تكتبوني في تعليق. ويا ريت لو عجبكم الفيديو تعملوا اشتراك ولايك واشتراك بالقناة وتعملوا شير عشان الناس تستفيد. الناس كتير ظروفهم صعبة، يعرفوا ان هم يساعدوا، يعني نحاول نساعد جميع الفئات بان انتوا تشيروا هذا الفيديو عشان توصل المعلومة لناس كتيرة يعني. ولو عجبكم الفيديو اشتراك وتفعيل الجرس واشتراك بالقناة. متشكرة جدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.